لا زالت الأماكن اللي تتخذ فيها القرارات كلها رجالية. حديثنا اليوم عن الحريات وحق المرأة السياسية. الحقوق منقوصة، أنت مواطن وأختك مواطنة، أنت تزوجت من دولة أجنبية وهي تزوجت من نفس الدولة الأجنبية، ليش عيالك يتمتعون بكل الحقوق كأبناء كويتي وهي عيالها ما يتمتعون بهالحقوق كأبناء كويتية؟ الكويت في وقت لما كان فقر وكان ما عندهم كانوا كلهم يشتغلون، المرأة والرجل. الحين وقت اللي استغنوا اثنينهم ربادية. شلون تجربة صفاء الهاشم؟ تعتقد بأن الوافدين هم كلهم رؤساء بنوك؟ نظل أيضا نظرة المجتمع وكأن الرجل هو اللي قادر على القيادة حتى لو كان دمبك.